السلام عليكم. أسرع طريقتين فعالة جدا لحرق الشحوم من الجسم، تابعوا الفيديو. الطريقة الأولى وهي أسهل وأسرع طريقة للتخلص من الدهون بشكل نهائي والانتقال إلى القبر والدار الآخرة. تشتري بطل بنزين ب1500 من ذول اللي يبيعون بالتقاطع، وطريقة العمل واضحة جدا ومعلومة. أما الطريقة الثانية فعلى أقرب أبو قص، خليه يشدك مكان الشيش مالت القص يومين ثلاثة، بإذن الله تنتهي المشكلة خلاص وتنسى الدهون وتنسى كل الشحوم أصلا. هسه راح نحكي بطريقة صحية. أول شغلة لازم نلتزم بنظام غذائي صحي، ناكل كميات أكل أقل من احتياجنا اليومي، كميات بسيطة يعني، ركز على مصادر البروتين والألياف، مارس الرياضة، يفضل المقاومة والحديد لأنه يسرع بشكل كبير من حرق السعرات، ناخذ الدهون من مصادر صحية وطبيعية، كربوهيدرات ناكلها باعتدال وكميات قليلة، بالمقابل لازم نترك السكريات، الحلويات، المشروبات الغازية والمأكولات السريعة، وأهم شغلة لا حد يستعجل النتائج. كما يقولون الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الدايت القاسي والمنع الأكل راح يسبب لك مشاكل كبيرة وما راح ينزل وزنك في الأصل. يعني اللي عنده دهون عالية جدا ووزن عالي ممكن يتبع نظام الكيتو دايت لأنه فعال جدا بحرق الشحوم، هذه بصورة بسيطة أهم وأسرع طرق لحرق الشحوم. نشوفكم فيديو جديد ومعلومة جديدة. السلام عليكم. الأكل أقل من احتياجنا اليومي جابوا الغاز وخربوا الوضع.